عليكم راسي مدينة مصطفى صاحب قوارب السد الطويل، رئيس ورئيس جمعية مهني كخدم في القطاع ديال الصيد البحري، ممثل فاعل جمعوي في مدينة العرائش. اليوم هذه البادرة اللي دابا كنتصادفت معكم بالصدفة مع الحمد لله أن الجمعية ديال الإدارة الأخضر اللي متعلقة بالبيئة اللي هي قامت بهذا البرنامج اللي هو كدعم فيما يخص القضية اللي كتعلق بالبيئة ديال مدينة العرائش، وحنا في المحيط ديال المدينة أو بميناء العرائش حنا كنتمنوا أنه تكون مثل هذه الجمعيات ومثل هذه البادرات، لأن البيئة هي العالم كيتكلم عليها وكتحافظ على بزاف الحوايج. دابا حنا من ناحية الثروة السمكية والمنتوج ديال السمك وداخل الميناء ضروري كنحتاجوا أن يكون واحد النظافة ويكون واحد الأسلوب يكون نقي من ناحية ديال البيئة، لأن البيئة هي كتعلق بواحد بالنظام ديال الدولة ماشي بالنظام العالمي. نعم، انتم بالنسبه لكم القوارب يعني ديال قوارب الجمعيه ديالكم واش كتقوموا بشي حملات تحسيسيه يعني مجال ديال البيئه والحفاظ على البيئه؟ يعني احنا من ناحيه ديال احنا كنقوموا بواحد العمل تطوعي كل واحد شخصي، يعني ما درناه شي جماعي ولا مثلا احنا كجمعيات في الحقيقه خصنا يكون عندنا هذه القضيه التحسيس هذا يكون جماعي، ولكن كنشتغلوا داكشي غير شخصي. مثلا كنصيبوا ديك الميكات، كنصيبوا بزاف ديال الحوايج في البحر اللي كيطلعوا لنا في الشباك، كتطلع عالقه في الشباك ديالنا، كناخذوا ديك الاسبال وديك ديك الحاجات العوالق يعني بلاستيك ديك. اذا في اطار معالجه الاشكالات البيئيه يعني هناك مشاريع الان كتصب في مجال تثمين هذه النفايات خاصه النفايات البحريه اللي كتسهم تلوث، يعني التثمين ديالها من خلال عمليه ديال التحويل يعني بحال كاينه في النفايات يعني المنزليه. دابا حنا ما عندناش، حنا دابا في قطاع الصيد البحري ما ان الناس تقريبا ما عندهاش العلاقه بالقضيه ديال النفايات وكيفاش التحويل ديالها ولا الصناعه ديالها ولا الجمع ديالها، ما كايناش فكره انها، لان شكون اللي خصو يقوم بهذا الشكل هذا؟ اما المعهد الوطني هذاك المعهد التكنولوجي الصيد البحري خصو يديروا هما هذه القضيه ديال التحسيس، خاصها تكون هو الديجان، وخاصها تكون مساله كتجي مثلا من اضافه الى ذلك دور احنا نلح على دور المجتمع المدني في المرافعه من اجل يعني معالجه هذه الاشكالات، وخاصه طرح مشاريع يعني مستقبليه متعلقه يعني بتثمين هذه النفايات. هذا هو الان الحديث اللي كيدور في المستقبل من خلال المشاريع يعني نقولوا اللي كتعتني بالبيئه. دابا هنا نختموا بهذا اللقاء اللي تلاقينا بكم، والحمد لله بانكم انتم كتقوموا بهذا الدور اللي هو فعال. اذا هنا على حسب المواطن والناس الساكنه بالمدينه بالخصوص اللي كنعيشوا فيها، خاصهم تكون حتى هما يكون عندهم يتحملوا واحد المسؤوليه بانهم يقوموا بالنظافه ويحاولوا ما يصيبوش الازبال في ذاك هذاك ديال الصرف الصحي، وما يصيبوش ديك النفايات ديالهم في الشوارع، لان ملي كتجي الشتاء وهذاك الشيء كلشي كيتهز وكيمشي مثلا الميناء كيمشي البحر، وحنا كنصيبوا صعوبات حتى الثروه السمكيه كترمق قوه هذه النفايات كثير.